الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الوالد يعني بعمل الخير كانت له إنجازات كثيرة، وكان هو حتى يعني هذا كان آخر أيام فترته بالعمل السياسي لما كان عضو مجلس أمة ووزير الدولة وزير البريد والبرق والهاتف، وكان له أحباب بكل مكان. وهاي الورقة راح تثبت أنه هو لما كان حتى بعمله مجلس وزراء غيره كان ما يوقف عمل الخير، كان دعوته مستمرة، وهو يعني من وقتها كان شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية. هني هاتف وختم حلو، وايد اختام كان عنده 8/3/72، يعني تقريبا قبل 48 سنة، 21 محرم 1392 هجرية. شوفوا هو كان دائما مبادر، هو اللي يكتب الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن يهم الأمر من إخواننا أهل الخير في الكويت، إن مسجد أرخوت في بلاد المهرة، المهرة علاقته باليمن، الوالد وياهم قديمة صغير، شفتوا هذا ال شو اسمه الله نسيتها، الشيخ با عبده اللي صورنا كتابه وغيره، يعني هم ما شاء الله عليهم. وعندنا ابو طلال اللهم سيدنا محمد والي وصحبه وسلم، با وزير، وعندنا شو اسمه با عفرين، ذيل كلهم كانوا مشايخهم كلهم يعرفهم هناك، متهدم، ولذلك مطلوب المساهمة في توسيعه وإعادة بنائه بواسطة القائم بذلك في الكويت، الشاب الصالح أحمد بن خنكان المستخدم بمجلس الوزراء، شوفوا، والمعروف لدينا ولد الأخ عبد العزيز محمد العتيبي. تدرون شنو كان وظيفته؟ الأمين العام لمجلس الوزراء، ويده كان محمد العتيبي العام. ولده محمد كان معنا بجامعة الكويت في التجارة بالثمانينات، معرفة شخصية تامة. أبو عصام الله يرحمه، ولده عصام تامة، جزاكم الله كل خير وموفقكم لمرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكاتب هني أول واحد الشيخ يوسف بن عيسى عشرون يمكن، والله هذا يوسف بن عيسى جناعي. الثاني 20 دينار يوسف سي هاشم الوالد، 5 دينار عبد الرحمن راشد الولايتي أبو رشيد صاحب مجلة البلاغ للوالد، باع المجلة أول كانت للوالد. عبد الله أو عبد الله القيسي أو النفيسي 30، أو العتيبي عبد العزيز عبد الله، لا 10، إبراهيم إسماعيل عرف هذا أبو فيصل 120 أو 20، عبد العزيز وزان وصلت، هذا الرجل منفق من هالفيحة. عبد العزيز علي مطوع اليوم تكلمنا عنه، أبو بدر معروف رئيس مجلس إصلاح 20 20 3، علي عبد الوهاب هم متابع لأبو بدر 20، فاعل خير 20، نايف الدبوس كان عضو مجلس أمة مع الوالد 30، عبد اللطيف البحر الله يرحمه هم كان أمين عام مساعد مجلس وزراء 5، علي أبو عاصي مدرس إنجليزي، هذا كنا نروح نودي خال السيد حامد الرفاعي ولد خال السيد علي الرفاعي بالليل يدرسهم إنجليزي، فلسطيني وحصل جنسية ما أدري إيش أخباره، حصل جنسية كويتية. 10 فاعل خير، 5 فاعل خير، 5 فاعل خير، 10 عبد العزيز الشيحة أو عبد العزيز حمادة، 5 عبد العزيز الزاحم ما شاء الله للحين موجود، 5 فاعل خير، 5 10 شاطب اسمه فاعل خير بدعيج فاعل خير، 20 فاعل، 5 3 فاعل خير، 5 فاعل خير، 40 فاعل خير، فاعل خير 5، وكلهم ان شاء الله بالخير. والله هني بعد واحد محمد الحمد، الله وصل. العموم احنا هاي بالورقة ارخنا ان الوالد ابو يعقوب بالعمل الخير يعني بكل مراحله من الثلاثينات، يعني يقولوا اول 10 سنين قطوها من الاربعينات وصاعد، كان رجل الخير في كل مسيرته الى ان توفي في يوم واحد، يعني هو مرض 2013 ميلادي، ان توفي في يوم 31/3/2018 الموافق 14 رجب 1439 هجرية. الفاتحة وكل الزملاء بالخير.
والله وحده.